كما قال عز وجل: والعاقبة للمتقين. جرت الفتن وصار هناك من هو من أسيادها ورؤوسها وصالهم أتباع كثر، وهذا لا عجب، مثل ما قال الإمام البربهاري، قال: من علامة أهل الأهواء أنهم يتبعهم الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق. فلما انكشفت هذه الفتن، من حبس نفسه وبدنه عنها حمد وحمد هو الله عز وجل أنه لم يدخل فيها وأنه لم يعرف فيها. أما من كان من رؤوسها أو من أذنابها أو من أتباعها، إنه إن كان لديه إيمان كامل فإنه يندم ويتحسر، أعظم الندم والتحسر أنه دخل فيها. لما؟ لأن هناك دماء سيلت، هناك أرواح زهقت، هناك أعراض انتهكت، هناك أمن اختل، هناك مصالح خاصة لأحد الناس تعطلت، هناك مصالح أمة لهذه الدول بل للأمة الإسلامية تعطلت، وتمكن العدو الخارجي أن يتدخل فيها وأن يشعل النار فيها. وهذا هو شأنهم، التدخل الخارجي يحدث. من لا يعرف ما مضى من فتن وأحداث فيما جرى هنا لا يعرف خطورة ما يقع في هذا الزمن، ومن عرف فيما مضى ووفقه الله فيما حصل هنا يعرف خطورة هذا الأمر. ولذلك الآن تدخلت دول أجنبية في بلاد عربية وفي بلاد إسلامية نتيجة ماذا؟ نتيجة هذا الأمر. ولولا أن يسر الله عز وجل وعادت بعض البلدان إلى وضعها الطبيعي، وإلا فإن البلاء والشر سيبقى فيها. لا تكن رأسا ولا تلتفت إلى ما يقال أبدا، انجو بنفسك. كيف يكون حال الإنسان الآن وقد دخل في الفتن وانتهت هذه الفتن، وإذا بأناس الآن ماتوا؟ قد يكون هذا المتحدث أو هذا الذي أشعلها أو جزء ممن أشعلها قد يكون سببا في موت فلان، أو والله مثلا في فقد أعضاء لفلان، أو انتهاك عرض لفلان، ضيعت التجارة لفلان. هذه من أعظم المصالح، تعطل، هذا أهم شيء، تعطل مصالح الأمة. قد يكون الخير ونشر الخير من أهل الخير ومن أهل العلم في هذه البلاد قد يكون واضحا وجليا وأثر على أفراد هؤلاء الشعوب. بعد هذا الأمر وبعد الخروج والفتن إذا بتلك المصالح تتعطل، والشعائر الإسلامية إذا بها تقلل أو أنها تضعف. والموفق من وفقه الله، والله إن من سلم لسانه ويده وقل ما تشاء مما جرى من فتن فهذه نعمة من الله عليه.